أمريكا تعلن عن بشرى سارة وتتوصل إلى حل لإنهاء الحرب في اليمن. لنشاهد التفاصيل. كشفت وسائل إعلام سعودية اليوم عن مبادرة جديدة من 4 بنود تحظى بموافقة التحالف العربي وحكومة الشرعية للحل السياسي الشامل في اليمن. وقالت قناة العربية عن وزير الخارجية في حكومة الشرعية الذي زار روسيا الأسبوع الماضي قوله إن المبادرة يحملها المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندر كينغ، وتم مناقشتها مع أطراف الحرب التحالف والشرعية اليمنية، مشيرا إلى موافقة هذه الأطراف على المبادرة كحزمة واحدة. وبحسب وزير الخارجية في حكومة الشرعية بن مبارك، فقد تضمنت المبادرة وقف إطلاق النار كخطوط إنسانية يعقبها فتح مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة وفقا لاتفاق ستوكهولم، ويليها العودة للمشاورات السياسية. ويتزامن كشف المبادرة الأمريكية مع وصول المبعوث الأمريكي إلى مسقط في محاولة للدفع نحو وقف معركة مارب.